نتكلم بقى في الجزء دوت عن ازاي احنا هنكمل بقيه المكونات بتاعه السمبل اكسبلوجن بتاعنا دوت. اول حاجه عايز اعملها، عاوز ان انا اعمل ال اقولها لكم بالانجليزي اللي هي الدبريز. الدبريز اللي هي الحاجات اللي هي عامله زي الحطام، انا مسميها هنا كراشز، خلاص، اللي هي الحاجات دي، تمام، اللي هي الحاجات اللي بالشكل ده كده. دي سهله جدا. ازاي؟ اولا دي هتبقى فيها تطبيق على الكاستم بارتكل. برضو ازاي؟ هقول لكم. هنعمل كنترول ان، نروح نعمل كومبوزيشن جديده، وكعاده الكومبوزيشنز الخاصه بالكاستم بارتكل هتبقى 300 في 300، نشيل اللوك بالشكل ده كده ونخليها ولتكن 5 فريمات. طبعا انت حر على فكره، براحتك، بس غالبا بتبقى الكاستم بارتكلز بالفريمات كبرها ثانيه او اتنين بالكتير قوي. هنعمل اوكي، بقت بالمنظر ده. بعد كده تعالوا الاول بس نسميها او ديبريز، هو على فكره سبيلنج غلط، انا مش فاكر هتتكتب ازاي بصراحه. هنروح على ال بن تول، ارسم اللي انت عايزه، يعني نروح كده مثلا خلاص ونرسم اي شكل كده، ونرسم واحد تاني كده مثلا، ونرسم حاجة كده. كنترول زد، لان انا المفروض اسلكت بعيد عن الشيب لاير. الاول اسلكت الشيب لاير واروح على الستروك، تمام، واقول له ان انا مش عايز استروكات خالص بالشكل ده عشان تبقى كده، وسلكت بعيد عن الشيب لاير، واروح ارسم اي حاجة تانية بالمنظر ده، وسلكت بعيد تاني ارسم. بص، هي اشكال، كل دي اشكال عشوائية كده مثلا بعيد. خلي بالك انا عندي 5 ثواني، هرسم 5 اشكال حاجة بالشكل ده كده. تعالوا نخلي كل شكل في فريم، يعني هاخد مثلا شيب رقم 5 مثلا، واروح فريم واحد بس، واعمل الت مع براكت اللي هو حرف الدال، كنترول زد، المفروض يجيبها لي لغايه هنا، شيفت واسحب، مش مشكله، السوليد اللي تحتها شيفت ونسحب كده، ونروح فريم لقدام وشيفت ونسحب كده، برضو نيجي للسوليد اللي تحتها نفس الموضوع، ونروح فريم لقدام. يعني انا عايز اخلي كل واحدة فريم واحد، طبعا انت حر تخليها فريم 2 3 4 حسب ما انت عايز، وهقول لك انا بعمل كده ليه. واخد دي بالشكل ده كده، اصبحت كل حتة عندي في فريم شكل. طبعا اخر فريم ده مش هتروح له، فانت هتقول له هنا اهو، زي ما احنا بنعمل او زي ما احنا عملنا قبل كده في ورق الاشجار لو نفتكر، هنروح كده واقول له دي رقم 5 بالشكل ده كده. عموما انا بس حبيت اقول لك ان هي احنا مش هنحتاجها في المنطقه في النقطه دي. نيجي بعد كده نعمل كله 3D، ونروح على لاير نيو. طبعا على فكره انت حر تعمل الشكل اللي انت عايزه في الكاستم بارتكل، ادجستمنت لاير، واحط فراكتال نويز عشان يديني
يعني شكل ايا كان الشكل، ارفع الكونتراست شوية واقلل البرايتنس حبة، اخلي بلند مود مالتي بلاي. طبعا كل دي عملت كده عشان اللون بتاعها. ممكن ان انا احط فيل على او الفيل على الشكل ده، وليكن فيل باللون ده كده طبعا ولا اثر. طب ايه رايكم لو نجرب ان احنا ناخد الفيل كوبي، لا كوبي لا، ناخده كات ونروح على لاير نيو ادجستمنت لاير، ناخدها تحت فراكتال ونحط هنا الفيل بالمنظر ده كده. كده اصبح تمام، كل السوليدز واخده نفس اللون، يعني كحل سريع لتغيير اللون. طبعا برضو اللون انت حر فيه، بس يعني دي حطام فانا لونها هيبقى بالشكل ده يعني. تعالوا نحط كمان حته لايت، لا مش سوليد، لاير نيو لايت. تمام، يلا كاست شادو عشان ترمي على بعضها. لاير لايت سيتنجز، ما يبقاش سبوت يبقى بوينت بالمنظر ده كده بالشكل ده. ناخد بس اللايت فوق الشيبس بالشكل ده، نروح نشيل كاست شادو ما تلزمناش، يعني مجرد عشان نضيف بس شويه اضاءه. دي بالنسبه للكاستم بارتكل. طيب نقفل الكاستم بارتكل، نروح لبروجكت، ناخد دي بريز نحطها تحت ونقفلها، مش عايز. خلوا بالكم دايما، خليكم فاكرين ان انا عملت 5 فريمات ب5 اشكال. بعد كده تعالوا لاير نيو سوليد ونسميها دي بريز اسود. تعالوا نروح على effect trap code particular، برضو نفس الموضوع، هنرجع لورا نروح ل particles نحط، لا اسف، نروح ل emitter، emitter نحط key frame على particles per second ونخليها مثلا ولتكن 2000 فريم، واحد بس لقدام وتبقى زيرو بالشكل ده. نروح بقى لبارتكل واقول له البارتكل تايب سبيريت كالرايز، سبيريت كالرايز لان عايز استفيد من الفراكتال نويز، وقلنا قبل كده سبيريت دي بتتبدل في بارتيكولر واحد ونص بكاستم. اخد سبيريت كالرايز، انا اسف نطقت نطق غلط، سبرايت كالرايز، اروح لتيكتشر، من تيكتشر اقول له خد لي التبريز او الحطام اللي انت عملتها، طبعا وقتها عدى فاختفت، وقتها عدى فاختفت، اوتوماتيك تروح للتايم سامبلينج. بدل ما هي كارنت تايم المره دي هختار سبليت كليب ستريتش. سبليت كليب ستريتش بتخليك تقدر تعمل اكتر من كاستم بارتكل في كومبوزيشن واحده. مثلا يعني انا عملت 5 فريمات كل فريم بشكل، انتوا عارفين هيحصل ايه؟ البارتكلز هتاخد 5 اشكال، هتاخد 5 اشكال. طبعا طلع خيالك كله، يعني تقدر بكومبوزيشن واحده تحط اكتر من كاستم بارتكل. تمام، اقول له سبليت ستريتش، هيقول لي انت عايز تعمل النمبر اوف كليبس كام. خلي بالك انا عندي 5 فريمات، هقول له برضو 5 بالمنظر ده كده. لما اجي بقى اعمل هلاقي الدبريز بتاعتي، لكن طبعا محتاجه تعديلات، اولها في السايز، هنكبر السايز بتاعها حبتين مش قوي يعني
بالشكل ده. الراندومايزيشن هنخليه بتاع 80، حبه كتير وحبه صغيرين. الفيلوسيتي انا عايز دي تندفع اندفاع جامد، الفيلوسيتي ممكن اخليها 1000، ما تستغربوش لاني فعلا عايزها اندفاعها قوي بالمنظر ده كده. طبعا اكيد الموشن بلر بالشكل ده كده. اصبح عندي ديبريز، اصبح عندي حطام. طبعا ممكن تعمل تويكينج للكلام ده كله او تحسن الكلام ده كله، ان انت مثلا تروح ل سيت كولر تقول له مثلا اوفر لايف، وتختار لك مثلا بريسيت من هنا كولر اوفر لايف، اقول له مثلا خد لي دي، يعني يبدا البيرث ابيض والديس ينتهي اسود بالشكل ده كده. ممكن ازود الكولر راندوم بحيث حاجات تبدا بيضاء وحاجات تبدا سودا وهكذا. الترانسفير مود ما اقدرش اعمله اد عشان ما يفتحليش الدنيا بالشكل ده، بل ممكن ان انا اعمله حاجه اسمها، بصوا بقى بارتيكولر 2 في حته اللي هي نورمال اد اوفر لايف، معناها ان خلال مده حياه البارتيكلز الترانسفير مود بيبدا من نورمال وينتهي باد، هنا نورمال وينتهي بسكرين. طبعا لا هنحتاج دي دلوقتي او في حالتنا ولا هنحتاج دي، وهرجعها نورمال تاني. طبعا ممكن اتحكم فيه، اكيد لازم هعمل روتيشن، يعني عايز شويه راندومايزيشن كده. نشوف بس الروتيشن فين. ادي روتيشن تمام. ممكن اعمل راندوم سبيد للروتيشن بحيث يبقى فيه دوره ما تبقاش طالعه بشكل ثابت بالشكل ده. نشوفها كده بسرعه. جميل، فاضل بس حاجة، ان انا ده طالع منتظم قوي مع السباركس، علشان كده في حاجة لفتت نظري هنا اسمها راندوم سيد. راندوم سيد اللي هي توزيع البارتكلز دي، بس دي في التكتشر. لا انا هطلع فوق شوية خلاص، عندي راندوم سيد تانية بس دي على مستوى البارتكلز كلها، هخليها مثلا 200,000 كده. اصبح فيه عشوائية في الموضوع وما بقوش طالعين مع بعض زي ما انتم شايفين. الروتيشن سبيد ممكن كمان اروح للروتيشن تمام، واقول له في راندوم روتيشن بمقدار مثلا وليكن 2 او نزود شوية، يعني كل بارتكل طالعة واخدة زاوية عن التانية 21 درجة، ممكن نخليها 60 درجة تمام بالشكل ده كده. طبعا ممكن ان احنا كمان نعمل ديستريبيوشن للفيلوستي، يعني ممكن بارتكلز تتأخر عن بارتكلز، بحيث برضو نحاول ان احنا نزود الراندومايزيشن بتاعة الانفجار شوية. تمام، ده بالنسبة للديبريز او بالنسبة للحطام اللي احنا هنعملها. طبعا على فكرة ممكن تلعب في الراندوم سيد زي ما تحب. طبعا يعني انت تعمل تزود في 200,000، فطب ما ممكن نخليها مثلا 10. كويس، عايز كنت اشيل اللي كانت واقفة في النص دي تمام بالشكل ده كده احسن. تعالوا لو احنا رحنا تحت كده خالص ورحنا للريندرنج،
موشن بلر كومب سيتنجز، اقول له لا يا عم شغل لي بتاع البارتيكولر احسن واقوى من بتاع الافتر. طيب ده بالنسبه للديبريز دي. فاضل ان احنا عايزين نعمل زي دخان بقى طالع مع الانفجار. الدخان ده بالظبط زي السباركس، هنعمل كنترول دي للسباركس وهنسميها سموكي بالمنظر دوت مع شويه تعديلات. اولا هشيل الجلو، تمام. ثانيا هروح لبارتكل هخليها كلاودلت عشان تديني زي شكل السحاب، تمام. بعد كده هكبر السايز بتاعها شويه، هزود الراندومايزيشن برضو شويه كالعاده. في الدخان هخلي الاوباسيتي قليله ولتكن كمان بواحد، وازود الراندومايزيشن بتاعت الاوباسيتي طبعا اكيد ولابد. هروح ل السيد او الراندوم سيد، هخليها مثلا ولتكن 200 بحيث برضو يبقى فيه اختلاف بالمنظر ده كده. لكن اعتقد الاوباسيتي عايزة تعلى شوية بالشكل ده، واللون اللي هو اوفر لايف اعتقد انه هيبدأ بالشكل ده، ومتهيألي برضو ان الموشن بلر هيتشال من على السوليد دي. بالشكل ده كده ممكن السايز محتاج ان هو يكبر شوية. تمام بالمنظر ده كده. تمام ومتهيألي برضو ان اللون محتاج انه ياخد درجة في الوسط اللي هي الرمادي الغامق قبل ما يوصل للاسود. تمام ونقرب اللون الاسود شوية كده، مش شرط يبقى اسود، ممكن يبقى اللون ده. تعالوا كده نجرب الشكل، نشوف كده الشكل كده. طبعا تقدر انت تعمل بقى التويكينج اللي انت عايزها، انك تخلي الدخان اسمر او تخليه رمادي، يعني زي ما انت تحب. وخلوا بالكو احنا بنتكلم في بيزكس، ما بنتكلمش في ادفانسد، فمحدش يقول هو ده الانفجار. لا، في طرق كتيرة جدا لعمل الانفجار بالبارتيكولر، لكن احنا بنتكلم لسه في واحد اتنين في الف ب بارتيكولر، بنستغله ازاي، بنعمل بيه elements ازاي. فاضل بس حاجة بسيطة خالص هتضاف، هنروح ل layer new solid سميها flares واضغط ok هحطها في الاخر خالص، واروح على effect ولا بلاش lens flare double click خدها في السنتر، اخليها 35 ولا مش عارف 105، اعتقد 35 كويسة. تمام 35. نيجي للفلير برايتنس نخليها وليكن 110%. بس قبل ما نكمل هنحط ممكن نحط ايه، انا عايز اعمل لها بلر، بس في كذا نوع من البلر. ممكن احط اللي هو
راديال بلر وازود الاماونت بتاع البلر بالشكل ده، ممكن نخليه ستريت زوم بحيث يديني الشكل ده. طبعا في كذا شكل، في فيدنج زوم بس هيقلل الاطراف، في سنترد الزوم في النص، لكن الستريت هيبقى كويس. ممكن نعليه عن كده شوية. الكواليتي ممكن نزودها عشان يديني الاسترايكس دي. حطينا كي فريمز للفلير برايتنس. نطلع مثلا لقدام، نخليها صفر. نطلع فريم واحد بس لقدام ونعليها ل 120 تمام، ونمشي قدام شوية وننزلها لصفر تاني. نتكيو، ممكن نطلعها لقدام شوية بحيث لما دي تتحول لدخان تبقى لسه يعني يبقى لسه ليها باقي بالشكل ده كده. طبعا لو احنا عملنا على دول كده ورايت كليك كي فريم اسيستنت وعملنا ايزي ايز، هيبقى الموضوع اسهل وابسط من كده بكتير. تعالوا نجرب بقى نشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. بس معلش هرجعها ل 8 بت عشان بس يبقى الوضع اسرع شوية. شوف الريندر، طبعا ممكن ان احنا نلون الكلام ده كله. ازاي بقى نلونه؟ هنبص عليه برضو على السريع كده نشوف الاول. تمام، نلونه ازاي؟ ممكن ان احنا نروح للاير ونروح لادجستمنت لاير ونحط عليها الاخ هيو ده، هيتكفل ب التلوين. تعالوا ناخد شوت زي ده بس بقى ايه، نخليها 16 طبعا، عدد فظيع من البارتكلز. تعالوا نعمل كالرايز. الله، تعالوا بقى ايه نلونها. انا فاكر ان البرتقاني في 39 حاجة زي كده يعني، ممكن كده. ممكن نعمل كالرايز ساتوريشن يعني نزوده شوية. والسموك دي على فكرة عايزة تزيد، هي السموك عايزة تزيد و الكلاودز تقل، لان الكلاودز بدأ بعدد كبير اللي هما 2000، فبياخد وقت كبير قوي على ما بيتلاشى لصفر. الدبريز برضو نفس القصة، ممكن تبدأ ب1000. ادي كلاودز كده 1500. السباركس كويسة، السموكي تعلى بقى حبة، خليها مثلا 3000. وتعالوا نشوف كده الوضع عامل ازاي. ده شكلها.
طبعا ممكن انت تعمل بقى تويكينج كتيرة جدا 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 للشكل ده. اتمنى تكون المحاضرة بتاعت النهاردة عجبتكم وكان فيها استفادة. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.